كنت فاكره ان بدر ده هيقف قصادي ولا ايه؟ تبقى غلطانه. بدر ده واحد من رجالتي، يعني صحيح ممكن تاخده الشجاعه ويفكر انه يقف قصادي عشان يعمل راجل قصاد نفسه وان مفيش حد يقدر يقف قصاده، لكن انا بحركه باشاره من صباعي وينفذ اللي انا عايزه لانه صبي من صبياني. عموما لو حبيت تمشي انا مش هقول لك لا، بس خلي بالك لو خرجتي انا مش هنسى اني خرجت من غير رضايا، وانا ما بنساش. عموما انا تحت، لو حبيت تنضم لينا يبقى شيء جميل قوي. انت عارف انا بعزك قد ايه، ونفسي يعني كنت اعلن ميعاد جوازنا، اصل انا تحت عندي ناس مهمين قوي قوي، وكنت بتمنى ان ده يبقى يوم حلو وهادي وكله اخبار سعيده. صحيح يا خالتي اللي بيقولوا الكلام ده؟ يا لهوي بالي، ولا كان يمنع عليه انه يعمل كده؟ لا لا لا، انا كده اخد بالي منك. وش من انا؟ تبقي غلطانه، انا ما فيش اغبى مني في الدنيا دي كلها. ما تعرفي شيء من نفسك يا حبيبتي، ولو عرفتها ايه اللي هيحصل يعني؟ سيبك انتي، انتي هتشتغلي معايا ده وش؟ اه كده وش. انا خدت وديت لنفسي في الكلام اللي قلتيه كله، لقيت ان عندك حق، بس في حاجه مهمه لازم نخلص منها الاول. صوف مفيش غيره، الواد ده ملوش امان وهو اللي هيبيعنا في لحظه. طب قولي لي كيف وانا معاكي، انا عاوز اخلص منه النهارده قبل بكره. سيبينا من الموضوع ده، ما نفكر فيه بعدين. مش تخبط قبل ما تخش ليه؟ داخل حمام ولا ايه؟ يلا حلوه انت وهي، عشان الباشا بيقول الحفله هتبتدي. عايز الباشا النهارده يحلف بالليله دي؟ وحياة زينات. ماما هي فين؟ ماما كانت قامت بالليله دي لوحدها، حكيم هي بتحب الليالي الانس قوي. يلا يلا انت تيجي ايه في ماما انت؟ سعيدة، ايه رأيك في المفاجأة دي يا حسن؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت تسألني انا؟ ده بيتي، دي نعيمة خطيبتي. وبدري؟ بدري يوهو، بدري ما خلاص طلقها. ايه ده؟ معقول يا حسن ما تعرفش موضوع زي ده وانت العمده؟ ايه يا ريم؟ ازاي العمده ما يعرفش اللي بيحصل حوالين منه؟ لا انا كده اقلق. لا اطمن، ما تقلقش خالص، حسن يعرف كل حاجه، بس ما بيهتمش بالحاجات البسيطه دي. ما
مين دي يا منى؟ دي يا باشا مراتي حبيبتي اكتشافي. عارف يا معالي الباشا؟ أنا عمري ما خليتها ترقص في حفلات خاصة أبداً، طول عمرها من الكباريه للبيت ومن البيت للكباريه. عارف ليه يا معالي الباشا؟ عشان أنا راجل قوي، بس عشان خاطر عينيك تنزلت. إيه؟ مالك مش مبسوط ولا إيه؟ ده أنا قلت لما تعرف إن بدري بخ هتبقى سعيدة. ليه؟ ما أنا مبسوطة أهو، إيه اللي مش مخليني مبسوطة يعني؟ يعني مش شايفك يعني بتحكي كده ولا بتضحكي؟ لا لا مبسوطة. حسن شكله على نار وهيتجنن قوي. أنا كده مبسوط جدا، الألم كده اترد اتنين والتالت جاي يا أبو علي. غير عليك انت ليه؟ ايوه ليه؟ مفيش بيني وبينك حاجه، اللي بيني وبينك اتقطع خلاص. اللي بيني وبينك اتقطع خلاص. يبقى سيبني اعيش حياتي زي ما انا عاوزه، اعمل فيها اللي انا عاوزاه. انت ام ولدي. ام ولدك؟ ام ولدك تاخدها في حضنك، تضلل عليها، تخليها في حماك، تقعد تربي ولدك وتكبره، مش ترميها. واللي انت عملتيه؟ انت لو كنت مصدق ان انا اللي بعت ضنايا عشان ابعده عنك، كنت قتلتني. انت عارف ان سينا كدابة، وعارف ان كريمة هي كمان كدابة، بس انت مالكش مزاج. عاوز تخلص مني، عاوز تخلص من النقطة السوداء اللي دخلت حياتك، ومش عارف تخلص منها كيف. مش هترقصي. البيه يزعل، واذا كنت انت مش خايف على زعله، انا خاف. انا غلبانة، مفيش وراي ظهر ولا راجل يحميني ولا حد يقفله. اخاف على زعله. يا كريم قولي لي ايه الاخبار اللي بتعمليها دلوقتي؟ ولع نار يا اختي، بتفرفر. ولع نار. اه زينب، ليه زينب؟ ليه نفتك يا زينب؟ معلش معلش ما تقلقيش، اقول لك هروح اجيب لها ميه بارده واجي. كتر خيرك يا اختي، الله يكرمك. ربنا يشفيها يا رب. ايديك حبيبتي يا بنتي، ايديك ردي عليا، طمنيني عليك. ايديك انت كريم يا رب، انت كريم يا رب.